بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي من عنوان الفيديو، ناس كتير في الفيديو مال وصف تسريع الحمل وتنشيط المبايض وتنظيف الرحم. الوصفة الحمد لله لقت نجاح ومشاهدة عالية الحمد لله، فناس كتير كتبت في التعليقات: طيب لو انا ما ريتش حمل، اريد بس تنظيف الرحم واريد حاجة تضيق الرحم المهبل، لان انتوا عارفين طبعا الست بعد ما لو ولدت كمان طبيعي بعد مرة واثنين وثلاثة فبيحصل اتساع في فتحة المهبل. طيب هل ينفع، قالوا لي هل ينفع ان احنا نستخدم وصفة الشيح والبصل مع القماشة لتنظيف الرحم؟ طبعا تنفع، لان هي يعني لو انت ما ترديش حمل هي بتعالج اصلا التهابات الرحم وبروده الرحم، اللي هي اصلا لو الرحم فيه بروده وفيه التهابات اصلا مش هيحصل حمل، مش هيبقى فيه تبويض سليم، فبالتالي مش هيحصل تلقيح فمش هيحصل حمل، فبالتالي هي تنفع. طيب وفي ناس طلبت وصفه تانية يعني ما عجبهاش ريحه البصل، فالنهارده جايبه لكم وصفه. هذه بقى من تجربتي انا الشخصيه، يعني تجربه شخصيه من سنوات وممتازه ممتازه ممتازه فعلا، يعني هترجعي كانك عروسه كل يوم ان شاء الله. طيب ايش هي الوصفه؟ مثل ما انتم شايفين اصحابي، هذه الحبوب الكريستال، هذه عباره عن ايش؟ نقول فايدتها اول اهي، مثل ما انتم شايفينها كريستالات بيضه اهي. فايدتها ايش اصلا؟ هذه بتنظف الرحم، بتضيق فتحة المهبل، يعني كأنك عذراء، كأنك لسه أول يوم تتزوجي اليوم إن شاء الله. بجد ممتازة رهيبة رهيبة. طيب عبارة عن إيش بقى هذا الحبوب؟ هذا سكر نبات، سكر نبات موجود عند السوبر ماركت وموجود عند العطار ورخيص جدا، يعني ببلاش مثل ما بنقول. طيب هنستخدمه إزاي؟ هتاخدي حبة يعني نفس قد الحبة هذه كده بالظبط، شايفين الحجم؟ طبعا هي لو بتيجي احجام صغير كبير هتكسريها عادي، يعني هذه قد الحجم هذه بالظبط. طريقه استخدامها هنحطها نفس اللبوس الموضعي، نفس اللبوس الموضعي هتدخليها في فتحه المهبل، هتدخليها في فتحه المهبل نفس اللبوس الموضعي، وبعدها لازم تستخدمي فوطه ملت الدوره، لان هي هتسحب كل الافرازات وكل هتدوب، لان هو ده سكر طبيعي ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي كيماويات ولا اي حاجه، هذا سكر عباره عن ماء، لما يدوب هيبقى ماء، وهو لما هيدوب هتعقم وتعمل ترطيب للمهبل، وفي نفس الوقت هتسحب اذا كان في التهابات في افرازات غير مرغوب فيها هتسحبها، فبالتالي لازم تستخدمي اي فوطه الدوره الشهريه العاديه اللي هي اي نوع بقى انت بتحبي تستخدميه. طيب امتى هنستخدم الموضوع هذا؟ هذا لو انت مثلا العلاقه الزوجيه هتحدث مع زوجك في الليل، هذه لازم تسويها من الصباح، يعني اقل حاجه 7-8 ساعات قبل العلاقه ما تحصل. يبقى تاني يبقى هتستخدميها من الصباح، هتلاقيها بقى سحبت كل الافرازات وضيقت وشدت منطقه المهبل لدرجه يعني ان زوجك هيحس ان في فرق ان شاء الله، وانا بقول لكم يعني هذه انا مجرباها اصلا شخصيه. فطبعا تقدري تستخدميها يعني مرتين ثلاثه اربعه حتى لو كل يوم، بس طبعا يعني هي وصفه طبيعيه والسكر ما فيهوش اي حاجه، بس يعني برضو يعني اقل حاجه مرتين ثلاثه في الاسبوع كفايه، انا بشوف كده الانسان لما الحاجه بيكتر منها يعني ما اعرفش، يعني ما فيش منها اضرار جانبيه وانا بستخدمها بقالي فتره، لكن برضو يفضل ان الواحد يكون حريص برضو في اي حاجه بيستخدمها، يعني لا نكتر ولا نخلينا في الوسط افضل. فهتستخدميها هتحطيها نفس اللبوس الموضعي داخل الرحم، يفضل انت هتسويها الصبح، لازم يكون قبل العلاقه مع زوجك ب7-8 ساعات، وهتستخدمي فوطه بيريود عادي لان هتسحب كل الافرازات وهتضيق المهبل جدا كانك عذراء باذن الله. وهتشوفوا ان شاء الله الوصفه هذه ممتازه وهتجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو سمحتوا لو كنت اول مره تشوفوا القناه لو سمحتوا سبسكرايب، اضغطوا على الزر الاحمر، واهم حاجه تفعيل الجرس عشان يوصلك الاشعارات بالفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله،
وشير عشان الفايدة تعم للجميع. وما تنسوناش في الدعاء، ولكم بالمثل ان شاء الله. الدعاء بظهر الغيب يا جماعة ممتع لكل الناس، يعني تتمني الخير لحد ما تعرفوش، فربنا بيضاعف لك الاجر مثله باذن الله. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.